السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم راح نشارك معكم كريات الشوكولا، وصفة راقية سهلة سريعة بدون بيض وبدون فرن. توجدوها في وقت قياسي وتقدموها في الأفراح والمناسبات السعيدة. إذا عجبتكم ديروا لايك واشتركوا في القناة، وإذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. وإذا حبيتوا تعرفوا كيفاش وجدتها ما عليكم إلا تتبعوا الفيديو حتى النهاية. والآن راح ندخلوا مباشرة في المقادير. عندنا ما يعادل 400 غرام من الحليب المركز المحلى، وعندي 15 غرام من الزبدة، وعندي حوالي 30 غرام من الكاكاو المر أو ربع كوب. للتزيين عندي الفول السوداني بنكهة الفستق والبيستاش، وتقدروا كذلك تستخدموا البيستاش. وعندي شوكولا فيغميسال، عندي الكيسات اللي راح ندير داخلهم هذه الحلوة، وهذون الكيسات رقم 8، وتقدروا ديروا كذلك رقم 6 إذا حبيتهم يجوكم شوية صغار. هنا مباشرة راح ندير كسرونة فوق النار، راح ندير فيها هذيك الزبده، راح نخليها تذوب. بعد ما تذوب لي شويه راح نفرغ هذيك العلبه تاع الحليب المركز المحلى. هنا العلبه تاعي فيها 397 غرام، يعني حوالي 400 غرام. هنايا النار لازم تكون شويه هادئه، ما لازمش تقويو النار هكذا باش ما يتحرق لكمش. هنا راح نجيبو صفايه ونصفيو هذاك الكاكاو، يعني هذه الوصفة ما فيهاش الشوكولا، فيها الكاكاو المر فقط. هنايا راح نبداو نخلطو المكونات. انا هنا ما تخلطتليش مليح بالملعقة، راح نجيب المضرب اليدوي وراح نخلط به باش يمتزجوا لي المكونات مليح مليح. وبعد ما يمتزجوا لي راح نزيد نكمل بسباتشول. النار راهي هادئه، عندي حوالي 1 دقيقه وانا نخلط. دوكا راح نزيدو نديرو سباتشيل ونزيدو نحاولو نخلوهم حوالي 2 دقيقه حتى تتحصلوا على هذا القوام. يعني هذاك المزيج لازم كي ترفدوه بالملعقه يولي كي شغل يتقطع. هاولي كدا راح نزيد نخليه شويه وراح نطفيه له. يعني هاد الحلوه ما تديش بزاف الوقت. هنخلطو المكونات فقط فوق النار حوالي 5 دقائق او اقل، وبعدها راح نديروهم يبردوا، ومباشرة راح نبداو نكونوهم وراح نشوفو الوصفة مع بعض. انا راح نفرغ هذاك الخليط اللي في الكسرونة في طبسي ولا اي اناء عندكم. اذا كنتو زربانين يعني كيما درت انا يديروه في الثلاجة ولا في الكونجيلاتور، راح يشد لكم حوالي ربع ساعة الى 20 دقيقة راح يبرد لكم تماما. والا خلوه في طرف يعني فوق البوتاجي ولا في المطبخ حتى يبرد لكم تماما. هنايا بعد ما برد المزيج هاوليك القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. هنا عندي القليل من الزبده راح نستعملها لما نديروا هذوك الكريات. عندي البيستاش وعندي هذه الشوكولا فيغميسال وهذون اللي كيسات. هنا مباشره راح ندخلوا في الطريقه، يعني نرفدوا بالملعقه، وهنا نستخدموا ملعقه صغيره. يعني هاد الكريات لازم يكونوا مهما صغار مهما كبار بزاف، يعني يكونوا متوسطي الحجم. هنا كما شفتوا درت القليل من الزبده وبديت ندير كرية عادية. هنا فقط يعني دوروها مليح مليح هكذا باش ما يجوش فيها التشققات. هاي ليك بما اننا درنا لها الزبدة في السطح يعني راح يتلصقوا فيها هذيك الشوكولا فيغميسال بكل سهولة. هنا تقدروا تستخدموا كذلك الفول السوداني، تقدروا تستخدموا الجوز اللوز، لكم حرية الاختيار. راح نزيدو نديرو حبة اخرى، يعني حاولوا ترفدوا نفس الكمية في كل مرة هكذا باش يجيكم كامل هذوك الكريات متشابهة. هذه راح نجوزوها في الفول السوداني بنكهة البيستاش ولا نكهة الفستق. راح نديروا نفس الطريقة بالنسبة لكل الكريات، وهذه الكميه يعني راح تعطيكم عدد لا باس به من كريات الشوكولا. راح نقربوا الصوره فقط وراح نزيدو نديرو حبه مع بعض هكذا باش تكون طريقه واضحه.
كما شفتوا المكونات يعني مجرد الحليب المركز المحلى، درنا له شويه زبده والقليل من الكاكاو يعني نكهناهم بنكهه الشوكولا. هذه الكريات راح يجوا معلكين وراح يجوا غنيين بنكهه الحليب، راح تكون وصفه مثاليه لمحبي الشوكولا. هاي ليك انا راح نكمل كل الكريات بنفس الطريقه، وهذه الكميه راح تخرجكم 18 كريه من وزن 25 غرام لكل كريه، يعني راح تخرجكم عدد لا باس به. انا حرمتهم كامل في البيستاش ولا في الشوكولا، وقلت لكم تقدروا ديروا واش حبيتوا من المكسرات. راح نديرهم في الكيسات ونخلوهم يبردوا شويه فقط، وراح نقدموهم للضيوف او اهل البيت. راني دايره حلوه الفوليه والسودانيه، صراحه وصفتان تستحقان المشاهده والتجربه، وراح نخلي لكم الرابطين في صندوق الوصف. هذه نهاية الوصفة، وإذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء. وفي الأخير ما بقى لي إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.